أخبار اليوم. يخشاهم البحر، ينشق لهم الموج، وتتزلزل الأرض لقوة نيرانهم العاتية. رجال البحرية المصرية، ملحمة قتالية يكتبها أسود البحر. في 21 أكتوبر كانت بحريتنا المجيدة بتضرب لأول مرة في تاريخ البحرية العالمية أول صاروخ على أكبر قطعة في الأسطول الإسرائيلي. ومنذ هذا التاريخ اتخذت القوات البحرية هذا اليوم عيدا لها تحتفل به كل عام. عندما قام ثورة يوليو عام 1952 كان أبرز أهدافها إقامة جيش وطني حر. وفي عام 1955 قامت مصر بشراء عدد من القطع البحرية المتنوعة مثل الغواصات والمدمرات ولنشات التوربيد ووسائل النقل والإمداد البحري. وفي 30 من سبتمبر عام 1959 أطلق عليها اسم القوات البحرية لتمثل أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية. وشقت قواتنا البحرية طريقها إلى النصر عبر معارك حرب الاستنزاف، فكانت عملية قصف منطقة رمانة وبالوزة بواسطة المدمرتين دمياط والناصر وسرايا المدفعية الساحلية في بورسعيد ليلة 8 و9 من نوفمبر عام 1969. ثم بدأت عملية التحول الهجومي المتسم بالجرأة والإصرار على ضرب العدو في أرضه وإيصال الرعب إلى قلبه، فكانت عملية تلغيم وتفجير أرصفة ميناء إيلات الإسرائيلي 3 مرات متتالية بواسطة رجال الضفادع البشرية، والتي تعد تصعيداً جريئاً في التخطيط والتنفيذ للعمليات البحرية المصرية. ثم جاءت درة العمليات الخاصة البحرية بتدمير سفينتي الإنزال البحري الإسرائيليتين بيت شيفع وبات يم. وكانت عملية مطاردة الحفار كينتينج الذي تعقدت عليه إسرائيل لاستخراج البترول من خليج السويس، وقيام الضفادع البشرية بتدميره في ميناء أبيجان في ساحل العاج في 8 مارس عام 70 في عملية جريئة ومحكمة. وفي حرب أكتوبر عام 73 كانت القوات البحرية تحمل لواء الفتح البطولي لتؤدي دورها في تأمين المسرح البحري بقصف الأهداف المعادية بنجاح منقطع النظير وفرض السيطرة المصرية الخالصة على مضيق باب المندب، فحرمت العدو من أي إمداد استراتيجي من البحر. وتنتهي الحرب بانتصار مصري عربي كاسح، لكن الروح القتالية تظل مشتعلة في قلوب أسود البحر، فلم تألو القوات المسلحة جهداً في تطور القدرات القتالية لقواتنا البحرية عبر أكثر من 4 عقود وفق أحدث نظريات التسليح العالمي. فتناول التطوير إدخال العديد من المدمرات والفرقاطات، وكان آخرها الفرقاطة تحيا مصر من طراز فريم، وعدداً من لنشات الصواريخ المتطورة والغواصات، وتوقيع عقد حاملة الطائرات الهليكوبتر مسترال. كما شمل التطوير الموانئ البحرية وورش ترسانة القوات البحرية حتى أصبحت القوات البحرية على درجة عالية من الكفاءة القتالية والفنية التي تمكنها من فرض السيطرة والحماية الكاملة على مياهنا الإقليمية. وتتمتع القوات البحرية بقدرات فنية وقتالية عالية ومستوى راق في مجالات التدريب العملي،
سواء البحرية أو المشترك مع قوات الأفرع الرئيسية من خلال المناورات التي تجريها القوات المسلحة طبقاً لخطة التدريب السنوية، وكذا مستوى التعليم والتأهيل العام والتخصصي، حتى أصبح لها رصيد وافر من الخبرات العملية والعلمية جعلها تحظى بسمعة دولية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسارع كثير من الدول بطلب التعاون معها في مجال التدريب المشترك وإجراء المناورات البحرية والالتحاق بدوراتها وتبادل الخبرات مع تشكيلاتها القتالية ومنشآتها التعليمية. وتقوم القوات البحرية بأحكام السيطرة البحرية في منطقة سيناء، حيث تواصل قواتنا المسلحة عملياتها لدحر الإرهاب واقتلاع جذوره. وكان لمشاركة القوات البحرية في عملية حق الشهيد بمثابة المفاجأة التي تسببت في صدمة كبيرة للإرهابيين، حيث كان البحر هو ملاذهم الأخير. وتأكيداً على دور مصر في حماية الأمن القومي العربي، تشارك مصر أشقاءها في دول الخليج العربي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الشرعية والاستقرار لدولة اليمن الشقيقة. وتقوم القوات البحرية المصرية بدور بارز وفعال في منطقة باب المندب بالتعاون مع القوات البحرية للدول العربية الشقيقة. وشاركت القوات البحرية الشعب المصري العظيم فرحته بافتتاح قناة السويس الجديدة وتشريف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليخت المحروسة كأول قطعة بحرية تدخل قناة السويس الجديدة مع عدد آخر من القطع البحرية المصرية، في مقدمتها أحدث من ضمت لقواتنا البحرية الفرقاطة تحيا مصر طراز فريم. وتساهم القوات البحرية في كثير من الأنشطة التي تخدم توجهات الدولة وسياساتها، مثل نقل قوات حفظ السلام وتقديم الدعم في أحوال الكوارث والأزمات بأعمال النجدة والإنقاذ البحري ومقاومة التسلل والهجرة غير الشرعية إلى داخل مصر وخارجها. وتأييداً على دور القوات البحرية في مشاركة أجهزة الدولة المختلفة في تأمين الجبهة الداخلية، تواصل القوات البحرية دورها في تأمين الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لتأمين انتخابات مجلس النواب 2015. ولا تنسى القوات البحرية عطاء أبنائها المخلصين، شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن، قدوة ونبراسا للأجيال القادمة في التضحية والفداء، واستمرارا لعملية التطوير التي توليها قيادة القوات البحرية للارتقاء بالعملية التعليمية بالكلية البحرية لتخريج ضابط بحري قادر على قيادة الوحدات البحرية الحديثة، بتجهيز الكلية البحرية بأحدث ما وصلت إليه الكليات والمعاهد العسكرية البحرية العالمية من أجهزة ومعدات. أبنائي رجال القوات البحرية، ضباط وضباط صف وجنود وصناع وعاملين مدنيين، أهنئكم بعيد قواتنا البحرية، تمنيا لكم كل التوفيق والسداد، وأطالبكم بالحفاظ على كفاءة الفنية والقتالية عالية حتى تبقى قواتنا البحرية قوية مجيدة في مصاف بحريات العالم المتقدم. حفظ الله قواتنا المسلحة، حفظ الله مصر. إن القوات البحرية المصرية تمثل في الاستراتيجية العسكرية المصرية حصن الحماية البحرية لمياه مصر الإقليمية، وقوة النيران والقدرة العالية على المناورة، وهي تواصل العمل ليل نهار لتكون دائماً على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها المخططة والطارئة. نموج في بحورها كأسود البرية، ومصرنا المحروسة تحميها البحرية.